Chat reaction. Assalamu alaikum, another one with chats. We are back again, Traxxin and Deep Exception. Et je pense, on a battu la partie rapidement sur Instagram. Il finit avec un choix de track, le bas, le bas, le track d'ailleurs. Ou soit partie, ou quand on dirait une soirée de l'Gnaoui ou Wenza, ou free l'Gnaoui ou le free Kulchi. Je pense غادي يهضر على شي لعيبه بحال هكا ديب في التراك غادي يهضر على الناس اللي محبوسين والناس اللي في الحبس سين بون شوز الا ما كانوش الرواب يهضروا مع بعضياتهم فنهار غتجيب لك الدقه انت راه ما يهضر عليك حتى واحد خاص بنادم يهضروا بنادم اللي تشد يهضروا عليه اي مالوغوزمون كاين النقابات شي كيهضر على شي متفق مع شي انت عشيري نهضر عليك الا ماشي عشيري ما نهضرش عليك سبحان البنات هادو خاصهم يحيدوا هاني الراب الا بغينا الاندستري تخدم ولا بنادم يتحرك في القضيه بحال هكا خاص يطيح شي واحد خاص كلشي يهضر بيان حنا ما بغيناش الفوضى بغيناش بنادم اللي رشقات ليه نوض يرونها ولا دير شي لعيبه ويتشدون نو حنا كندويو في المعقول الحق ديالك درتي علاش تحاسب ما درتيش علاش ما تظلمش هذه هي اهم نقطه اللي باغين اون توكا ندخل نشوف التراك ديال الديب اكسبشن انا اخويا جي 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 مي ساوند à l'ancienne bien sûr à l'ancienne à l'ancienne à l'ancienne tu que tu dis que ça c'est le vinyle qui dort tellement c'est à l'ancienne في الكيتشن فلو واز في الكوزينه كوزينه الفلو واز زعما كيتطبخ الدولة كنبولو فوق مجلس النواب اونتي تقواديت وخا كيحضروا القوات ما كنرضاوش نشوفو الماتش لا لاعبين غير الهوات ماشي نفس المقام فوق راسك نهرس لاكام شحال مونتيف درناه ما شدتناش لاكام ماشي نفس المقام سا سي تري تري امبورطون عارف مقامك باش تعرف المقامات اللي كيستاهلوا انك تدخل معاهم في نقاش ولا في حرب ولا في اي حاجه قلب على المقامات اللي قراب ليك إذا مشيتي المقام قل منك فأنت خاسر منذ البداية فري كلشي دراري ما يسكتوش عندهم باق الفري القناوي واش كل عام ضروري ما يتعتاقل ماشي أب تحية للديب على هادي شحال ما هضروش على كانت الهضرة بزاف على وين ظل بلاد ما هضرش على القناوي بزاف سا سي تخيست يا نهضرو على كلشي وما نهضروش على بنادم ماشي غير حيت بنادم كيدير لايف وصافي كان دي كيدير الاستعطاف سو خاصنا نهضروا معاه هو اكثر على الاخر نو نهضروا على كل شيء اللي مظلوم خاصنا نهضروا ليه على الحق ديالو ارض الحريه فريلا رفاد البلاد بقينا كنتقبوا الريه وكنقولوا خليها تقوى ديال بصح وا فريلا في هاد البلاد ماك حنت خاطي الحريه ديالو للفن باش بنادم يقول اللي بغا يقدر يعبر كيما بغا ماشي بنادم غير يهضر تقمع ولي تسد ليه الصوت ديال حياتي مشاهد كتقصح شفت لي مات وسط البحر شفت لي رمى راسو مسطح شفت لي خارج بيع العشيش غا حيد الحصده كتنطح مآسي كتشرح كيفاش بغيتي انا نشطح شحال قدي ما نشرح 180 ما عرفتش واش نتوما كتمسكو الا تمسكش في التراك هذا كتقد تحبس وبحال ما تبقاش تسمع ديب اشنو كيغني وترد البال مع لانستري كيفاش غادي فريم لانستري تصدعني كنت صنت لي مزيان لانستري كيولي كلشي نواري بلو كيولي بالك غير نواري بلو اني ديسك قليلة كنتشاركو قضية والراب عندنا غير وسيلة كي عرفتيني أول مرة كي باقي معاك اليوم كارير بنفس التوني بحال طوتي فرو واخا نموت في هاد الضرب طوتي مسكين بقى في دير الروما ولكن لا فيداليتي وراتو درس خور بان راه ماشي كاع الناس بحالو فاش الزوجه ديالو كتخونو راه خانتو ما عرفتش معاه من اكزاكتومون ما ندخلش التفاصيل هذا ما يعرفش بان طرات لي شي لعيبه بحال هكايا سا دوا فيغ مال تكون نتايا فهمتي حياتك عطيتها لشي حاجه باش تبين الوفاء هذا ولكن انت كتجيك شي ضربه من الظهر هاكا معلم تقعد راه كنتسنى الفراق بقوه الاخبار اللي كنسمع كنتمنى نسماك اللي غايقول دوا اللي غايقول ديب حماق ما تسيبورطيني ما والو خليني في عمي نغراق باقي في دمي كنحراق والراب عطال الرعاوين الواقع كنقراك وكان سكيفي كلها كامل دعي نقول لك امين كيعجبوني دوك الكلمات اللي كيطيح عليهم شي خطر ولا كيتفكروا كان سكيفي كلها كامل هاد كامل باش تفكرها وتحطها في هاد اللعيبه شحال زوينه المهم الكامين عارف شنو هو الكامين هو الفخ ولا ذا تراب خود الريسك غامر
سبارتاكوس كي شي عبد مطيح امير كديرونا قادوا احنا بعاد وسط الغابه فك مكسر الرقابه والاعلام راه كدابه اي فنان ماشي بيضك كيشدوه اي قتال باباه عنده الفلوس كيطلقوه شو كي بلاصه هاد اللعيبات فكره اللي ديما كتقال عندك فلوس تصوفي ولا باش نشوف كي واش قال الفنان ماشي غير بيضك تشدوه زعما كيفاش ما تلفوا ما تلقاو ما تشدوا الفنان باش ديروا بيه البوز وديروا بيه العبره ولا تصيفطوا شي ميساجات واي قتال عند با الفلوس كتلقوه قتال سعودي داير وقاتل ولكن راه حيت كاينه الهرمومه وليت نعكس نكتب التراك حيت الجمهور بغى يزها ولا شفتي البلاد زوين راه مبوق خصك تسحاب وليت نخاف نكتب التراك حيت البيبليك بغى يزها والاغلبيه ديال البيبليك ولا كاين مشكل دابا في الثقافات واش اكبر مشكل خلقوا لي باج ديال الترول اللي ولا بنادم يان نتسنط لداكشي ديالي ونترولي ما تبقى وهاد القضيه هادي فريمون امباكتات الراب ولا بنادم ما بغيش يتسنط لكل شيء ويحاول يشوف فين كاين الحاجه الزوينه ولا هادي ولا بنادم غير غادي مع الموشات وهادي وفين ما بان ليه الترول كيترولي باش ما يكونش هو اللي غيتترول عليه سو كيترولي حتى هو باش يخرج ويرجع للور اولا عينيك خصها مسحه ولا خصك تقرا اللي بين السطور باش تفهم من هاد الكلاخ تبرا اللي حكموا عاشوا في القصور وحنايا ولدنا دبرا كيتكال كاع المحصول وجدودنا عاشوا في القهره في القصدير صوت القطره رضيتو تيمبو ديال الراب حياتنا اشهر الحقره مكتوبه في الوراق ميري باش مسالي هاد السطور الاخرين مسبوبين باش مسالي والبوليس ما كيحميكش القانون عود كيعميك واللي حر ما كيحنيش فاس ما كان معنيش ما تعلمش دير الريش عيش قانع الدرويش بقات قتات غير على الشياطة وسكت ما تدويش القلب كي قصاح من بعد ما كان هشي شتي لا برود لا فاسون باش مخدومة لا برود فهمتي ما غالباش على الصوت هذا لا برود ومخليها هو مخليها كي فري ستايلي حيت تقريبا كتحس فيه بحال النغمة ديال شي فري ستايل التراك هذايا وغادي وهذا هو لو بو لا برود ما خاصهاش تغلب باسكو خاصك تسمع اشنو قال اشنو كيقول حيت سي لو بلوز امبورطون في التراك ماشي الانسترو مي شنو مكتوب شي شو كيف نتوما كتزرعوه عادي بنادم يكمل حشيش يا يس ما مان يس ما مان تراك جميل ديب ستايل دو ديب ستايل كاين دوغي ستايل وكاين ديب ستايل شات هذا تراك زويون تراك زويون كيرجع ديب وكيفكرنا شنو كاين ولاني اهم حاجه هو على شنو داوي وكيفاش داوي عليه بالكلمات اللي كاتبهم صادون واحد لا فورس التوشيات داكشي واخا هكاك ما كانش فيه شي عمق اللي مضر حيت اختار ديب يقدم شي قلب كلا شي عمق اللي مضر تلون ولكن داكشي كان سامبل باش كلشي يفهم الميساج رغم الجماليه ديال الكتابه ولكن داكشي كان سامبل ما كانش داكشي معقد بزاف ساهل تفهمو باش يوصل الميساج برافو ديب برافو من الناس القلال اللي بانوا لي غناو ولا قالوا شي لعيب على القناو ولا على الارت اون جينيرال الا ما تحدوش الدراري غادي يجيبوها فراسهم باسكو انت ملي كتكون في شي درب وكيجي شي واحد كيحقر على جارك راه خاصك تهضر فاش جارك محقور حيت الا ما هضرتيش فاش هو محقور حتى فاش غيجيو يحقروا عليك هو ما غيهضرش وانتم غتبقاو مفرقين صلى الله وما بلاد متحد قبل ما يجي المشكل واخا ما قايسكش انت باش نهار الدور السمطة ويجي البزيم جيتك نتايا تعرف ما دير هذا ما كان شكرا الناس اللي تفرجوا معنا لي فان ديال الديب ما تنساوش خليو شي لايك اي بيان سيرش كومونتير زوين بحالكم نتلاقاو في فيديو جديد